يا صباح الخير وصباح السعادة على حضراتكم. بدأنا حلقة جديدة من صباح البلد، يا رب إن شاء الله يكون النهاردة يوم كله خير وبركة وسعادة. أتمنى يا رب يومنا كده ينتهي لكل الناس بحاجة حلوة وخبر حلو وضحكة حلوة، لأن دايما اليوم لما بيخلص بطاقة إيجابية وحاجات حلوة تحصل في يومك فعندك استعداد كده إن أنت تكمل الحياة وتستعد لكل يوم بيبدأ من أول وجديد. فصباح الفل عليكم، وخليكم دايما كده يا رب عندكم ثقة بربنا إن كل حاجة إن شاء الله هتكون حلوة. مش هينفع أقول أي حاجة من غير ما أصبح على زمايلي الموجودين معايا. رشا، صباح الفل يا رشا. صباح الفل يا جاد. صباح الفل يا داليا، وصباح التفاؤل والطاقة الإيجابية، ويا رب يومنا يبقى مليان بالخير والسعادة والأمل والتفاؤل. احنا مع حضراتكم على مدار ساعتين 8 ل 10 بنحاول إن احنا نبسط كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد، أي حاجة إيجابية بتحصل، أي جديد بيحصل جوه مصر هتلاقوه موجود عندنا في برنامجكم صباح البلد. موضوعاتنا كتير كالعادة، ولكن قبل ما نستفيض ونشوف هنتكلم في ايه النهاردة لابد ان انا وداليا نصبح على زميلتي رشا. صباح الفل يا رشا. صباح الفل يا جاد، صباح القشطة يا داليا، صباح جميل على كل اللي بيتابعونا على شاشة صدى البلد. مع بداية حلقة جديدة بنبتدي يوم جديد مع حضراتكم، ان شاء الله يكون يوم مليء بالخير. خليك دايما عندك امل ومتأكد وتجري ورا تحقيق الامل ده، وتبقى متاكد ان ربنا دايما واقف جنبنا وبيجيب لنا كل الخير ان شاء الله. موضوعاتنا كتيره ومتنوعه، هنبتديها مع داليا هتقول لنا عندنا ايه النهارده. طبعا يا رشا دايما بنحاول نبدا كده مع الناس وهي بتتفرج علينا الصبح ان احنا نقول لكم دايما الاخبار الحلوه، بنحاول نبعد عن المشاكل على قدر الامكان ونقول لكم ايه اللي بيحصل في البلد حلو، ايه اللي بيخليك تحس ان دايما مصر بتتحسن. والحقيقه ان اكيد كلنا زي كده عندكم شعور ان مصر تستاهل احسن حاجه في الدنيا، وفعلا مصر جميله لدرجه ان هي بحس ان هي مختلفه عن كل بلاد العالم، علشان كده تستاهل ان احنا كل يوم نقول لحضراتكم ان في مشروعات جديده وكل يوم في حاجات مختلفه بتحصل في البلد، علشان مصر تكون في المكان اللي هي تستاهل. علشان كده عايزه اتكلم معاكم النهارده ان احنا نقدر نقول وبقلب جامد كده ان شاء الله يا رب نودع حوادث الطرق ونودع المشاكل المروريه ونودع الحاجات اللي ممكن تحصل في خلال الطريق، بتحصل خطا منك او من غيرك او ايا كان. عايزين نقول لكل ده انه خلاص هينتهي باذن الله، لان اكيد كلكم عرفتم ان في لاصق هيكون موجود في كل السيارات اللي حضراتكم بتستخدموها. اللاصق ده هيوفر علينا حاجات كتير قوي وهيسهل علينا حاجات كتير جدا. عايزه اقول لحضراتكم ان إدارات المرور على مستوى الجمهورية قررت أن كل السيارات بإذن الله يكون معاها اللاصق ده، وأعتقد أن هم مدينكم فترة كافية جدا لحد يوم 20 أكتوبر كل الناس تتوجه إلى المرور علشان السيارة يكون فيها هذا اللاصق، علشان تقدر بقى حضرتك تكون مطمن وانت راكب عربيتك، تكون عارف ان السياره دي لا قدر الله لو اتسرقت هتيجي بمنتهى البساطه، وان شاء الله مش هيكون في سرقه مره تانية، لان كل الناس هتفكر مليون مره قبل ما تعمل حاجه زي كده. لو حصل لا قدر الله مشكله على الطريق نقدر من خلال اللاصق ده نعرف المشكله دي من ايه وازاي وايه اللي حصل. اعتقد ان التكنولوجيا بتخش في مصر بشكل كبير قوي في كل المجالات، والحقيقه ان التكنولوجيا دي بتخدم حضراتكم وبتخدم كمان الناس اللي بتخدم هذا الموضوع او الناس اللي بتشتغل في هذا الموضوع، عشان الدنيا تبقى اسهل وابسط كتير من ان احنا نفضل ندور ونسال. اللاصق ده هيوفر علينا حاجات كتير جدا وهيخلي الموضوع ابسط كتير قوي، واعتقد ان دي حاجه جميله ان احنا نقدر نشوف مصر كده كل مدى جيد بتوصل في خطوات ثابته للعالميه بشكل احلى بشكل اجمل. بنشوف كل حاجه بنشوفها بره بتبقى موجوده عندنا هنا دلوقتي. بالظبط، يعني احنا محتاجين لما يبقى في خطا نشوف ازاي ما احنا نقلل الاخطاء، والطريق يعني الاخطاء عليه كتير حدث ولا حرج. فاحنا فكره اللاصق الالكتروني ده هو يعني من وجهه نظري المتواضعه هو اختراع في البدايه، طبعا هدفه ان هو حمايه المواطن وسياره المواطن. الاجراء بيبدا ازاي؟ وحضرتك بتروح تجدد او بتروح ترخص من يعني سياره جديده، بيبقى هتلاقي مندوب الشركه اللي هي المعنيه بالملصق الالكتروني، هتلاقيه موجود وبيلزق لك اللاصق الالكتروني على الزجاج الامامي لسيارتك. طيب ايه فوائد اللاصق الالكتروني؟ في فوائد كتيره جدا وليها ابعاد كمان كتير. يعني اللاصق الالكتروني ده في البدايه كده لو لا قدر الله سيارتك اتسرقت بسهوله جدا، لانه اللاصق الالكتروني ده فيه شريحه ذكيه هيساعد اجهزه الامن ان هي تتتبع السياره بتاعتك وتوصله في وقت يعني قصير جدا. حاجه تانية، لو في حادثه على الطريق اللاصق الالكتروني ده عشان فيه شريحه ذكيه هيسمح وهيتيح لاجهزه الشرطه ان هي تعرف مين صاحب الخطا الرئيسي في الحادثه اللي حصلت على الطريق، وبالتالي لما تيجي تطلع محضر هيبقى مثبت مين صاحب الخطا الرئيسي، وده هيساعد اكيد في الجزء الامن التامين والحاجات اللي هي
ما شابه ذلك. جزء اخر طبعا لحضرتك تجاوزت السرعه، خلاص هتجي لك رساله فوريه بتقول لك انك تجاوزت السرعه او اخترقت قانون او قواعد المرور في المكان الفلاني الزمن الفلاني وقيمه الغرامه كذا. فبالتالي الملصق الالكتروني ده هو هيبقى عباره عن الصندوق الاسود للسيارات، كل حاجه هتبقى مربوطه بيه، تحركات، طبيعه السياره، كل حاجه هتلاقيها موجوده جوه الملصق الالكتروني ويبقى مربوط بقاعده بيانات. فالموضوع هيبقى الكتروني، هيبقى اسرع، هيبقى ادق باذن الله في الفتره اللي جايه، وفي فوائد تانية كتير ولا ايه؟ عايزه اقول لك يا جاد كمان زياده على كل الكلام اللي احنا قلناه ده، بنحاول طبعا نوضح لحضراتكم كل حاجه، ولكن من الحاجات اللي هتكون جميله جدا ان اللاصق الالكتروني ده هيكون موفر قاعده معلومات كبيره جدا، هتكون من خلالها بتسهل على وزاره الداخليه ان هي تحدد اماكن الكثافات فين علشان نقدر الحركه المروريه تكون اسهل، هيكون كل حاجه ابسط بكتير جدا، لان بتوفر لحضراتكم ان احنا نقدر نعرف كل حاجه وهم قاعدين في مكانهم وحضرتك في مكانك، بالعكس بتزود امان كبير قوي على حضرتك، بتزود امان على حركه المرور، بتزود امان على السياره. فاعتقد ان حاجه زي كده المفروض نكون فخورين انها بتتحقق في مصر، ولازم كلنا ان شاء الله يعني نسعى ان احنا نخلص الاجراءات دي قبل يوم 20 اكتوبر، علشان لو لا قدر الله بعد كده هيكون في اي اجراءات تكون حضرتك مخلص اللي عليك وتكون عارف ان انت قبل الميعاد المحدد الدنيا خلصان عندك. اعتقد يعني يا جاد كل يوم بنحاول نقول للساده المشاهدين ان مصر فيها حاجات حلوه وان هي بتستاهل المكان اللي هي فيه ده، واعتقد ان اللاصق الالكتروني ده هيوفر علينا حاجات كتير قوي وخطوه مهمه جدا في المرور. ده كمان اضافه لكلامك انه هيتيح كمان لاجهزه الامن ان هي تنشا حاجه اسمها نظام الي او نظام ذكي، ده هيقدر ان هو يساعدها على متابعه او الجانب الامني بقى، ان هو يتتبع اي سياره مطلوبه امنيا، اي سياره منتهيه التراخيص بتاعتها، هيبقى ده هتبقى اليه هتقدر تساعد اجهزه الشرطه ان هي تحقق الجانب الامني على الطريق باذن الله. ده الى جانب انه التطبيق بقى، فكره انك انت هتطبق قواعد المرور وتسجيل المخالفات او الـ اي تجاوز للمرور، هتلاقي ده كل ده مسجل الكترونيا بطريقه موحده بتطبق على كافه المواطنين بانحاء الجمهوريه دون استثناء. فده يعني بيأكد وبيثبت مبدأ سيادة القانون. مش بس كده، كمان السيارات اللي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد كمان ده هيقدر هيساعد او هيتيح لأجهزة الشرطة ان هي تتتبع ده من خلال المنافذ الجمركية، ناهيك طبعا عن او الى جانب كمان اللي هي السيارات اللي هي خاصة بالمنطقة الحرة. كل ده هيبقى مربوط بقاعدة بيانات للسيارات، وهيبقى الموضوع اسرع وادق زي ما قلت لحضراتكم، وهيفيدنا في كل حاجه زي ما داليا قالت. يعني لما تبقى انت خلاص اجهزه الشرطه عارفه ان المنطقه الفلانيه دي كل يوم عليها كثافه مروريه عاليه، وكل ده ظاهر عنده على نافذه مثلا افتراضيه بيقدر يشوف ده، هيقدر ياخد قرارات. يبقى احنا محتاجين نحسن الطريق ده او نوجد حلول علشان الموضوع يبقى افضل، بالتالي يبقى في تدفق مروري. يعني ابعاده كتيره جدا ان شاء الله هنحس بفايده على مر كده الشهور اللي جايه او السنين اللي جايه باذن الله، هتحسوا باختلاف باذن الله من خلال الملصق الالكتروني. خلينا بقى يا جاد نروح دلوقتي لفقراتنا ونقول للساده المشاهدين معانا ايه، وكالعاده بنبدا دايما فقراتنا بجولتنا حول العالم، وجولتنا حول العالم النهارده هنبداها من اسبانيا، وهنشوف لوحات فنيه ولكن باستخدام مختلف، باستخدام الدراجات الهوائيه. بعد كده هنطير على نيويورك ونشوف مستوى مزاد علني لموسيقى الهيب هوب. بعد كده اكيد معانا حاجات تانية وجد يقول لنا عندنا ايه. عندنا برضو بما ان جوله حول العالم بنحاول برضو نشوف بقى ايه التكنولوجيا، الاختراعات، الابتكارات الجديده. ففي دبي هنروح نشوف مقهى بيديره بالكامل روبوت، يعني مفيش اي تدخل بشري، ده ماشي طبعا على هوا يعني الوقايه من فيروس كورونا. الى جانب بقى هنروح كمان لسويسرا هنشوف هناك اكبر نافوره للشوكولاته، محب شوكولاته يعني ما تبصوش قوي لانه هتتعب، بس هو طبعا برضو فكره جديده وفكره جميله. بعد ما تخلص جولتنا حول العالم هنروح لجوله اخباريه نشوف مستجدات الساحه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. في البدايه زميلتي رشا هتستعرض مع حضراتكم اهم العناوين اللي بعد كده هتبقى رؤوس موضوعات لفقرتها الاخباريه. اتفضلي يا رشا. زي ما تعودنا يا جاد بنتابع في جولتنا اهم الاخبار والتقارير وايضا المقالات في الصحف المحليه والعربيه والعالميه. من اهم العناوين اللي هتكون معانا النهارده تطوير سيناء، السيسي يوجه بزياده
الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية في طشكا والعوينات. الصحة تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة. رئيس هيئة الأنفاق إعادة تسكين أهالي عمارة الشربطلي اليوم بعد انتهاء تدعيمها. التنمية المحلية 1,040,000 طلب تصالح في مخالفات البناء. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة. ده غير عدد من الموضوعات المهمة اللي هنتابعها مع حضراتكم إن شاء الله في جولتنا الإخبارية النهاردة. أما بخصوص فقراتنا فدالي هتقول لنا أول فقرة معانا إيه؟ أول فقرة معانا يا رشا هتكون فقرة مختلفة هتقدمها لنا زميلتنا لميس. هتتكلم عن الإنجازات الحكومة في مدينة العاشر من رمضان سواء في المشروعات الصناعية أو المشروعات السكنية. فقرة مهمة ومختلفة وأكيد هتهم حضراتكم. معانا فقرة تانية كمان. كلنا في انتظار فقرة لميس. وكمان معانا فقرة طبية هنتكلم فيها عن أسباب تأخر الإنجاب، جوانبه النفسية، الطرق اللي ممكن تساعد على أنه يبقى فيه تحسن في الإنجاب لأي زوجين. طبعا هيكون موجود معنا استشاري بيجيب على حضراتكم في هذا الموضوع، هو الدكتور محمود سليمان أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب قصر العيني واستشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبة. هي دي ملامح موضوعاتنا وفقراتنا النهاردة. يا رب تفوز على رضاكم وعجبكم. هنروح لفاصل بعد كده نبتدي أولى فقراتكم وتروحوا في حتة مستنية. دلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الرياضية. نروح للكوتش حسام وزميلتي فرح ناخد شوية تمارين كده ونرجع نكمل كلامنا. صباح الفل والنشاط، صباح كل حاجه حلوه على صباح البلد. جه ميعادنا مع الفقره الرياضيه. النهارده هنلعب بالكور زي ما انتم شايفين. صباح الفل يا كوتش. صباح الفل مروه. انا مبسوطه والله. انت بتعمل ايه بقى؟ انا بصراحه بحب دي قوي، عندي في البيت كده بقعد العب بيها كده، فبحب امرن بيها جدا. زي باسكت بول بس اكبر شويه. أيوة. اكبر شويه. صغيرين صغيره جدا. صباح الفل عليكم. احنا النهارده هنتمرن بحاجه مختلفه شويه. يمكن في بعض الناس عارفينها وبعض الناس مش عارفينها. هي بتدعى سعرها قليل قوي في اي مكان، نقدر نغير بيها اسلوب تماريننا. اسمها السويس كول او الاستابيليتي بول. كوره لطيفه جدا نقدر نتمرن عليها شويه حاجات وتبعدنا عن اصاباته، وفي نفس الوقت هي مسليه. مسليه جدا وكيوت والله، يعني حاجه يعني ما تغيير. هنشوف دلوقتي هنعمل الوان. ايوه بصي جايبين الوان برضو الفرح عشان هي بتحب عشان تبقى لايقه. الوان النهارده هنعمل شويه تمارين بيها. يعني ان شاء الله تعجبكم. هنعمل اول تمرين ده هيعمل الفول بادي. اوكي هنتمرن. هعمل حاجه تمرين للقطنيه وفي نفس الوقت للليجز والابر بادي في نفس الوقت. جميل. هنزل همسك الكوره من هنا. طبعا 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 يعني اللي مش هيجيب الكوره دي يقدر يستخدم حاجات ثانيه بدلها كتيره، يعني يقدر ياخد اي وزن بسيط. واي تمرين هنعمله بالاوزان تقدروا تستخدموا ازايز الميه بس تكون قد بعض، يعني لو كيلو ونص كيلو ونص. الازازه الكبيره دي تقريبا كيلو ونص يعني. حلو. همسك من النص هنا. بطني مسدوده قوي. ثانية ركبتي مش ثانيين. ركبتي لا ركبتي متنية مظبوط. متنية متنية ثانية بسيطة. أوكي. هنا تمام. وبعدين هطلع لحد فوق وإيدي بالراحة لحد فوق. ومفروضة إيدي مفروضة. وأرجع تاني ألمس الأرض. 2 إيدي مفروضة مش كده؟ 3 إيدي مفروضة قوي. 4 بلس 1 5. تمرين سهل نقدر نعمله الصبح ويبعد عن اي اصابات، في نفس الوقت يشغل ماسل جروبس كتيره. التمرين الثاني هنتمرن عضله بتاعت عضلات الصدر او الشست بريس. هنمسك اي وزن زي ما قلنا. انا اخترت الفرح عشان يبقى رايق طبعا. الالوان اهم حاجه في الحياه. وانا برضه على فكره اخترت لنفسي لما نفسنت برضه اخترت الوان نفس الواني يعني. صح اهو. هنام على الكورة. بطني هتبقى مشدودة، وسطي فوق على قد ما اقدر. كل ما البالانس عندي هيبقى صعب، كل ما انا مخي بيتعلم وجسمي بيتعلم ان هو يزود الاتزان عنده. ممكن اوسع رجلي عن بعض شوية علشان احافظ على البالانس اكتر. اهم حاجة ان انا راسي ما توقعش لورا، راسي هتفضل زي ما هي لفوق. لقدام. لقدام. وبعدين هبدأ ازق. انا بفرد كوعي. انا كنت عاملاها كده. لا المفروض افرد كوعي كده. 90 درجه. اوكي الستارت بتاعي 90 درجه هنا. أوكي. يا رب فرح ما توقعش. ادي 1 ادي 2 3 4. بطني مشدوده قوي، بفضي النفس وانا بزق. 5
التمرين اللي بعده هيبقى الحمد لله. الحمد لله عدت بالسلامة. التمرين اللي بعده تمرين للعضلات الكتف. عضلات الكتف لا تمام. عضلات الكتف هنمسك برضو ازازتين او وزنين. اوكي. هشد بطني قوي، هاخد مسافة ما بين رجليا وابدا اشتغل من ال 90 درجة من هنا. صح كده؟ من شوية. وايديا دي تبقى 90 درجة برضو. اوكي. ايوه. الكوع يبقى قدام شوية. ثانك يو. يلا بينا. 1 2 بفرد ايدي للاخر ولا أيوة. قبل ال 4 5 3 كمان مين كمان. وطبعا ده بقى زي ميه زي ما قلت، مش لازم يعني دمبلز ولا حديد. مين كمان. انا وانا برفع ايدي بطلع النفس. مين كمان. لا ما هو كده. طيب شكرا. كده مش كده، ما اتفقناش على كده يا كوتش. طيب هتريحي. عندنا دلوقتي تمرين تاني، هنعمل تمرين للابس. من الحاجات المهمه جدا عندنا ان احنا نمرن عضلات الكور او الابس ورك اوت. فعندنا التمرين دوت هنستخدم فيه الكوره. هيبقى لطيف برضه تقدروا تلعبوه مع اولادكم او تعملوه بالظبط. التمارين دي لذيذه ان هي ممكن مع الفخذ. انت ظهرك رجلك هنا وانا رجلي هنا. همسك الكورة برجلي وهنام خالص بالشكل ده، بعدين هبدأ اطلع لحد فوق. ايديا هتمسك الكورة ترجع تاني. طبعا لازم انا ليا يعني سوابق مع الكورة دي. فرح كل مرة تلعب بالكورة لازم تقع، مع ان هي من اكتر الناس اللي يعني البنات اللي شاطرين في لعب الكورة بصراحة. شفتهم مش عارفة ليه الكورة دي مستصباني يا كوتش. مش عارف انا بعمل صح ولا بعمل غلط. حاولي تفردي رجلك اكتر يا فرح، كملي زي ما انتي. حاولي تفردي رجلك اكتر. بس حاولي تقفلي برجليكي هنا يعني من بره، من بره الكوره. من بره الكوره. هنا وهنا. ده بيشغل عضلات برضو الضمه بتاعت الرجلين وبيعمل لك شويه تمارين. احنا يعني عندنا من مجموعه من التمارين بالكوره كبيره جدا جدا، دي واحده من التمارين او دي بعض التمارين الاساسيه اللي هتساعدنا ان احنا نستخدم اي ادوات تخلي التمرين طبعا احنا ممتع شويه. انت هتكمل معايا عشان افضل انا النهارده اليوم طويل اتعلم انا تمرين. اتمرن بال اتعلم اتمرن بالكوره دي. انا بتمرن لحد ما تتمرن عليها من غير ما تقع. يعني هي طبعا لو جبناها كره قدم بتقعد تتمرن بيها ثلاث ساعات عادي، احنا بيبقى شكلنا وحش قدامها بصراحه، بس هي احنا شاطرين في دي بس. شكرا يا كوتش. صباح الفل. صباح الفل عليك. دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. تطوير سيناء، السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية في توشكا والعوينات. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكا. وطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة. ووجه الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي. إلى بوابة الأهرام، الصحة تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن خروج 900 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى
84,161 حالة حتى اليوم، وتم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 101,009 حالات، من ضمنهم 84,161 حالة تم شفاؤها و 5,648 حالة وفاة. ننتقل إلى بوابة أخبار اليوم. رئيس هيئة الأنفاق: إعادة تسكين أهالي عمارة الشربطلي اليوم بعد انتهاء تدعيمها. كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق عن إعادة تسكين أهالي عمارة الشربطلي بالزمالك في شققهم اليوم الاثنين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات بشكل كامل. وقال والي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم إن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير سيشهد بنفسه تسكين أهالي عمارة الشربطلي، كما يتابع تنفيذ أعمال إنشاءات محطة صفاء حجازي بالزمالك. وأشار رئيس هيئة الأنفاق إلى أن العمارة شهدت أعمال تدعيم بتشييد عمود في المنطقة المتضررة، وتم بالفعل الاطمئنان على السلامة الإنشائية للعمارة بشكل تام. متابعا: هيئة الأنفاق اشترت شقة في عمارة الشربطلي لطمأنة السكان بالسلامة الإنشائية للعمارة. وعن تضرر شقة الفنانة نجاة الصغيرة من أعمال الحفار التي تسببت في خلل بعمارة الشربطلي، قال والي الفنانة القديرة نجاة على رأسنا، وتم بالفعل انتهاء تدعيم شقتها وجميع الشقق المتضررة بالكامل والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارة. نذهب للجمهورية أونلاين. التنمية المحلية: 1,040,000 طلب تصالح في مخالفات البناء. أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الدولة قررت تعميم أسعار متر التصالح في مخالفات البناء 50 جنيها بالقرى في صعيد ودلتا مصر، مؤكدا أن جميع محافظات مصر خفضت قيم التصالح بنسب متفاوتة. وأضاف أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 1,040,000 طلب، مشيرا إلى إصدار الوزارة كتابا دوريا للتأكيد على التنفيذ والتعميم لكل المراكز والمدن. وأوضح أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد على إجراءات التيسيرات للمواطنين المتقدمين على التصالح، موضحا أن التيسيرات شملت زيادة ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية إضافة إلى العمل خلال أيام العطلات. في بوابة الشروق: النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة. اعتمد النائب العام المستشار حماد الصاوي أمس الأحد إطلاق إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها، عوضا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع جوجل فورم منذ بدء العام القضائي الحالي وتطويرا لآلياتها. وذكر بيان لمكتب النائب العام أن تلك الخدمة تتيح لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها إلكترونيا عن بعد تقديم عرائضهم وشكواهم وبلاغاتهم وما يرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية. إلى موقع وبوابة المصري اليوم: وظائف شاغرة للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. التقديم مستمر حتى 20 سبتمبر. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تلقي طلبات التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021 حتى يوم 20 سبتمبر 2020، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم. أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط. وأكد مجاهد أنه سيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. من اليوم السابع، وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد. اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 48 مليون و953 ألف و200 جنيه من موازنة الوزارة لعام 2020-2021 كدفعة أولى لعمارة بيوت الله في الربع الأول من العام المالي الحالي. أكد جمعة أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناء جديدا أو إحلالا وتجديدا أو فرشا أو صيانة غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكا وزورا وبهتانا دائما يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين، فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد. إلى الوطن الخارجية، مصر تدعم تحالف دعم الشرعية باليمن في تعامله مع الحوثيين. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس 13 من سبتمبر الجاري عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثيين والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن. وفي هذا الإطار تؤكد مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا أنصار الله. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن جريدة الشرق الأوسط، السعودية ترفع كامل قيود المغادرة والعودة للمواطنين مطلع 2021. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا المستجد. أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، ويتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما قبل 30 يوما من التاريخ المحدد، ولوزارة الصحة تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات. نختتم جولتنا في صحافة اليوم من موقع سكاي نيوز عربية. منسوب النيل في السودان بدأ ينخفض بعد الفيضانات المدمرة. بدأ منسوب مياه النيل في السودان بالانخفاض بعدما بلغت مستويات قياسية هذا العام، مما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد وفق ما أعلنت وزارة الري والموارد المائية. وعادة ما يشهد السودان هطول أمطار غزيرة في الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر وفيضانات عارمة سنويا، لكن المسؤولين أعلنوا أن هذا العام شهد ارتفاعا قياسيا لمنسوب مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل. وفي 7 سبتمبر بلغ ارتفاع منسوب المياه 17.67 من 100 مترا لينخفض الأحد إلى 17.36 من 100 مترا وفق الوزارة التي أوضحت أن الانخفاض سجل في مراكز مراقبة عدة في أنحاء البلاد.
بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف. هروح لفاصل قصير، بعد الفاصل معانا فقرات متعددة، انتظرونا. يا صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، يسعد صباحكم بكل الخير. وطالما قلنا الخير لازم أكلمكم على الإنجاز اللي احنا واقفين وسطيه دلوقتي. احنا في مدينة العاشر من رمضان في ثوبها الجديد، احنا في وسط مشروع الإسكان الاجتماعي الموجود في مدينة العاشر من رمضان، والحقيقة حاجة منتهى الإنجاز والإبهار. وقديه فعلا بلدنا يوم بعد يوم بتتغير وبتتطور، بتتغير بمشروعاتها العملاقة والتطور والتنمية والمشروعات الكتيرة اللي بنشوفها من كل حتة، من أول إسكان اجتماعي لكباري لمدن جديدة، حاجات كتيرة جدا كل يوم بنشوفها، وقديه فعلا بيتم تنفيذها في وقت قصير جدا. علشان كده احنا معاكم النهاردة في مدينة العاشر من رمضان علشان نشوف مع بعض على الطبيعة وعلى أرض الواقع ايه اللي اتغير داخل المدينة. يلا بينا. لسه مكملين معاكم، وزي ما انتم شايفين احنا في قلب مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وسط العماير وسط الانجاز وسط الخضرة وسط المرافق والتعمير، وحاجة الحقيقة تخيل نقول طول الوقت تحيا مصر كده من قلبنا. خلونا دلوقتي بقى نتعرف على الوحدات من جوه. يعني انا دخلت الوحده دلوقتي وبقيت اتجول قد ايه فعلا كبيره، نتعرف على مساحتها، الاوض، الاستلام، كل الحاجات دي من المهندس علاء. بصبح على حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. والحقيقه خليني اقول لك ان انا اول ما دخلت حسيت بفرحه، لا الشقه مش صغيره، الشقه كبيره، شقه جميله، شقه ممتازه، دي طبقا لتعليمات السلطه المختصه. كنا الاول بنشتغل اوضتين وصاله دلوقتي في المشروع القومي القديم، دلوقتي في تعليمات السلطه المختصه والوزير، سياده الوزير والساده في الهيئه رؤسائنا، بتنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي ثلاث غرف وصاله علشان تلبي متطلبات الحياه الاسره وتكون حياه كريمه، لان في اولاد وبنات، لازم يكون كل الاولاد اللي في اوضه لوحدهم والبنات في اوضه لوحدهم وتكون حياه كريمه لهم. فالشقه 90 متر، شقه كويسه جدا ممتازه، كامله المرافق، متشطبة تشطيب ممتاز، ترنكي، العميل المواطن بيدخل ياخد المفتاح بيفتح باب الشقة مش محتاج أي حاجة، موفرين المرافق لحد حدود للشقة، عندنا جميع الوحدات السكنية متوصلة، مية، صرف، كهرباء، تليفونات، وغاز، حتى الغاز كمان واصل، ولحد الوقت اللي بيدخل بيروح يوصل الغاز على طول مباشر، مفيش أي تأجيل لأي حاجة. التشطيب ممتاز جدا، رخام من أرقى الأنواع، عاملين رخام المداخل مطعم رخام جرانيت تريستا وجرانيت، الكلام ده ما حصلش خالص في الاسكان الاجتماعي قبل كده، لا عندنا هنا مستوى متميز جدا عشان المواطن اللي جاي يشتغل في المصانع ده مش محدود الدخل، ده احنا بنخدمه وبنوفر له شقه كويسه علشان يقدر يشتغل وينتج كده. انا كمان يعني لسه باشمهندس علاء بيقول انه التنفيذ متميز جدا فعلا، يعني انتوا تشوفوا اكباس النور، الحوض، الدهان، الحديد ده، حتى يعني حتى الشقه كلها متامنه اللي هي الدور الارضي، صح كده؟ الدور الارضي علشان ما يبقوش هم قاعدين قلقانين، خرجوا وعملوا عاملين لهم حديد، وحديد محترم، يعني احنا واحنا بنفتحه لا تقيل، مش اي كلام. احنا عاملين حمايه للدور الارضي بالكامل وموفرين كل سبل الراحه، الشقه متشطبه تشطيب ممتاز، الابواب معموله اسطر مش مدهونه لك عادي، لا مدهونه اسطر على لونها، سيراميك اهو، ده سيراميك في الارض، من ارقى انواع المصانع، افضل انواع المصانع بنختارها في لجنه اعتماد عينات، بنختار العينات تبقى المواصفات قياسيه، ده كله بنتيجه عمل وجهد شاق ومتواصل في سبيل رفعه الوطن وراحه المواطن. بياخد منكم وقت قد ايه؟ يعني شقه زي دي تاخد وقت قد ايه في تشطيبها؟
حضرتك التشطيب احنا اصلا المشروع كله كان في بدايه 2019، فاحنا وسلمناه خلاص وسلمنا للمواطنين. فبالنسبه لانشاء الهيكل بالنسبه للخرسانات والمباني الطوب بتاخد معانا 4 شهور، من 4 شهور لاربع شهور ونص. بعد كده في فتره تشطيبات واعتمادات وتسليم للمواطن وانهاء المرافق. التشطيب لوحده ما بياخدش وقت، بيدخل العمال على طول كل واحد؟ احنا عندنا في تعليمات بان احنا ننجز، ما فيش حاجه عندنا ناجلها، ما فيش حاجه عندنا فيها مشاكل نوقفها. جميع المشاكل لازم نسخر حلول لها، بنحل المشاكل اول باول، ما فيش اي معوقات، اي حاجه قدام الشركه نص ساعه تكون محلوله. جميل قوي، بشكر حضرتك باشمهندس علاء، ودايما موفقين وناجحين يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا يا فندم، شكرا. بشكركم، والحقيقه انا مبسوطه، يعني مبسوطه من كل اللي انا شايفاه في مدينه العاشر من رمضان. يمكن احنا بنعدي عليها بس واحنا رايحين واحنا جايين، سواء مسافرين اسماعيليه بورسعيد وما الى ذلك، لكن مش كتير مننا بيدخل مدينه العاشر من رمضان. اللي دخلها من زمان، المدينة اختلفت تماما دلوقتي، زي ما انتم شايفين كده مشاريع كتيرة في كل حتة، مصانع، في حياة هنا، الحياة دبت في مدينة العاشر من رمضان، والناس اتنقلت لحياة أدمية جديدة مختلفة ومتميزة كمان. علشان كده كان لازم النهاردة ننزل وننقل لكم الصورة من أرض الواقع، من داخل مدينة العاشر من رمضان ومشروعاتها اللي موجودة في كل حتة. بشكركم، ودايما هتلاقونا معاكم من كل مكان وسط الإنجاز والتطوير والتنمية اللي موجودين على أرض بلدنا. لسه كنت بحكي لكم عن مشروع الإسكان الاجتماعي الموجود في مدينة العاشر من رمضان، وقد ايه فعلا حاجة في منتهى الإبهار والجمال، ما خدتش أي وقت، المنظر جميل جدا، حياة حلوة، وناس بيتنقلوا لحياة جديدة وبداية جديدة ومستقبل أكيد أفضل. احنا عايزين نعرف ايه تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي اللي احنا واقفين فيه ده، والعماير كلها ورانا. خلونا نعرف أكتر من المهندس أحمد إسماعيل. بصبح عليك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورت العشاء من رمضان. ربنا يخليك، بس انا شايفه الحقيقه انجاز، وشايفه الدنيا بتتطور والدنيا بتتغير، ومدينه العاشر من رمضان بقى شكلها جديد. احكي لنا كده عن المشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. احنا دلوقتي في مشروع الاسكان الاجتماعي. مدينه العاشر من رمضان من المدن السباقه في مشروع الاسكان الاجتماعي، كان ليها نصيب الاسد ما بين المدن الجديده كلها. احنا عندنا المشروع عباره عن 57,160 وحده جاري تنفيذهم حتى الان، مقسمين على 3 مراحل. المرحله الاولى كانت 21,000 وحده سكنيه، والحمد لله انتهت بالكامل. والمرحله الثانيه عباره عن 19,000 وحده سكنيه، والحمد لله برضو انتهت. اللي احنا فيهم هنا دول المرحله الاولى والثانيه، ولا احنا فين؟ احنا دلوقتي في اخر مرحله عندنا في الاسكان الاجتماعي، اللي هي المرحله الثالثه، ودي عباره عن 17,000 وحده. احنا دلوقتي في حي الاندلس. الاسكان الاجتماعي عندنا في المدينه موزع على 9 احياء في المدينه. احنا دلوقتي في احد الاحياء المرحله الثالثه، اللي هو حي الاندلس، في 13,600 وحده ضمن المرحله الثالثه. واحنا الحمد لله خلصنا حتى الان 45,000 وحده سكنيه، وجاري تنفيذ 17,000 الوحدات المتبقيه، بالاضافه الى اننا عندنا 5,000 وحده جاري طرحهم في الشهور القادمه ان شاء الله. باشمهندس كلمني كده عن التسليم، يعني المرحله الاولى والثانيه فعلا سكنوا ولا لسه جاري تسليم الناس والوحدات؟ زي ما كنت بقول لحضرتك ان مدينه العاشر من رمضان من المدن اللي عليها اقبال في مشروع الاسكان الاجتماعي. الحمد لله الاسكان الاجتماعي عندنا بيتطور والناس فيه بتسكن فيه بسرعه. الحمد لله احنا المواطن بيجي يستلم وحدته بيلاقي الوحده كامله المرافق والخدمات، بيجي يلاقي المرافق من البنيه التحتيه، من مياه وصرف وغاز طبيعي وكهرباء وتليفونات، كافه الخدمات او المرافق اللي بيحتاجها، بالاضافه الى احتياجاتهم التعليميه او الاجتماعيه او الصحيه او الرياضيه. احنا الحمد لله في خلال ال3 سنوات الاخيره سلمنا ما يقرب من 10 مدارس في مشروع الاسكان الاجتماعي، و7 حضانات داخل مشروع الاسكان الاجتماعي، وعندنا 8 مراكز طبيه برضو تم انتهاءهم داخل مشروع الاسكان الاجتماعي، بالاضافه الى مركز شباب ان شاء الله جاري افتتاحه قريبا ان شاء الله في مشروع الاسكان الاجتماعي بالمدينه.
كلهم شغالين يعني الحاجات دي كلها شغالين. احنا مدينه العاشر من رمضان الاقبال اللي عليها نتيجه ان هي مدينه تتوسط عدد من المحافظات الرئيسيه، احنا ما بين الاسماعيليه وما بين الشرقيه، تابعين للشرقيه وما بين الاسماعيليه والقاهره، بالاضافه الى انها يعني مدينه صناعيه من الطراز الاول، فيها حجم مصانع كبيره بيحتاج طبعا عمال ومهندسين ومحاسبين وفنيين، فالاقبال على على المدينه من حيث السكن والاقامه بيكون سريع. اللي بيسكن هنا هم اللي ساكنين مثلا قريب في اسماعيليه في الشرقيه، ولا الناس اللي شغاله في مدينه العاشر من رمضان؟ يعني مين اكتر الناس اللي بتقبل على الوحدات دي؟ هو اكتر ناس بتقبل على مشروع الاسكان الاجتماعي للناس اللي في المقام الاول ليها شغل قائم هنا، زي الناس اللي شغاله في المصانع او شغاله في مجال المقاولات مثلا، لان هنا طبعا في بنيه تحتيه بتتعمل بحجم كبير جدا في المدينه، في مشاريع، ما المشاريع دي نفسها بتحتاج عدد كبير جدا من العماله، يعني عشان نتكلم مثلا في 2800 عماره بتتبني اللي هم 57000 وحده، دول ما دول محتاجين كميه عماله كبيره من كل المستويات، ده من اول العمال والفنيين والمهندسين والمحاسبين والسواقين والخدمات المترتبه عليهم، يعني الناس دي بتحتاج مطاعم وبتحتاج اماكن لشراء خدماتهم، فبالتالي كل ده بيعمل بيئه خصبه ان الناس تقدر تسكن بسرعه وبسهوله في المكان. وكل ده متوفر هنا في المدن بالمكان. احنا المكان لو حضراتكم يعني الكاميرا لفت هنلاقي احنا عندنا مدرسه قريبه من المكان، وعندنا مسجد وحضانه، وعندنا مركز طبي قريب من المكان اللي احنا فيه، فالمواطن بيجي يلاقي الخدمات دي كلها متوفره حواليه، فبيكون السكن سهل او الانتقال سهل، فبيستلم ما بيستناش فتره طويله، بيسكن على طول وبيلاقي الامور ميسره حواليه، خلاص الحياه بقت طبيعيه وماشيه. الوقت اخد قد ايه يعني علشان تبنوا الوحدات دي، المراحل دي كلها اخدت وقت قد ايه؟ خصوصا ان احنا خلاص بقينا متعودين على الانجاز، يعني اي مشروع بنبتدي فيه بنغمض عينينا نفتحها نلاقي المشروع خلص خلاص. احنا هنا لو حضرتكم كنتوا جيتوا ساعه الانشاء كنت هتلاقوا يعني ايه صومعه وقلعه من الايه من العمل، جميع الشركات بتعمل في ان واحد، عشان احنا عندنا وقت قياسي اللي هو مده تنفيذ العمارات، كل مشروع تقريبا بياخد حوالي 12 شهر لا يزيد عن ذلك، ال 12 شهر دول بيكونوا شاملين انشاء العماره نفسها، شاملين اعمال المرافق، المياه والصرف والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات وجميع البنيه التحتيه، بتلاقي حضرتك كل الناس شغاله في وقت واحد وبننسق ما بينهم بحيث ان ما نستناش ان ده يخلص واللي بعده يجي واللي بعده يجي، جميع المرافق واعمال تنفيذ العمارات كلها شغاله في وقت واحد عشان المشروع يخلص في المده القياسيه بتاعته، ففضل الله في خلال سنه بتلاقي العمارات خلصت، بتلاقي الزراعه، بتلاقي المرافق، حتى الخدمات من البسيطه زي البرجولات اللي بتتصور واحنا خلفنا، الناس تنزل تغير جو وتقعد ويجمعوا، مع ان احنا لسه بادئين الشهر ده بس نسلم في المشروع ده، يعني لسه بادئين نسلم في المشروع ده في العمارات اللي احنا واقفين فيها دي، لسه اول 8 مع بدايه شهر 8 دي بدايه تسليم العمارات دي هنا، اعلنا الكلام ده للمواطنين، طبعا بنسلم على مراحل يعني عشان الاجراءات الاحترازيه لكورونا ما يبقاش عدد كبير من الناس في وقت واحد، فبنسلم الناس على مراحل، فبدايه التسليم عندنا كانت من 1/8، حتى الان في ما يقرب من 500 مواطن استلم هنا في المكان، وزي ما حضرتك شايفه ما شاء الله المكان اصلا يعني لسه ما سكنش وما شاء الله مكتمل جميع المرافق والخدمات من حواليه. باشمهندس احنا عارفين طبعا مدينه العاشر من رمضان هي الظهير الصحراوي لمحافظه الشرقيه، ولسه كنا بنتكلم انه مدينه العاشر حواليها محافظات كتيره، طيب ايه الخدمات اللي بتوفرها المدينه للمحافظه بما انها قريبه منها وفي اقبال على مدينه العاشر من اهل محافظه الشرقيه؟ حضرتك مدينه العاشر من رمضان اكبر القلاع الصناعيه اللي موجوده في مصر دلوقتي، و تقريبا بيخرج منها ثلث صادرات مصر، احنا عندنا 2900 مصنع بيعمل، بيوفر ما يقرب من 550 الف فرصه عمل لمن هم داخل المدينه ومن هم خارجها طبعا، والاقرب طبعا بيكون لمحافظه الشرقيه بحيث ان هي الاقرب في النقل واقرب في المواصلات واقرب في الوصول، فاحنا بنوفر فرص عمل طبعا بحجم كبير جدا لمحافظه الشرقيه اللي احنا تابعين ليها في الاساس ولكل المحافظات المجاوره، بالاضافه الى احنا عندنا خطوط مواصلات وخطوط نقل تربطنا بالمحافظه والمحافظات المجاوره، يكون سهل الوصول ليها وسهل حركه العمال وسهل الانتقال فيها. طيب ده بالنسبه لمشروع الاسكان الاجتماعي الحقيقه الجميل اللي احنا واقفين فيه وبحييكم، والحقيقه فعلا انجاز كبير ووقت قصير وده اللي احنا متعودين عليه. عايزين نتنقل بقى للمجمعات الصناعيه. انا عارفه انه هنا في مشاريع كتيره
والناس شغاله على قدم وساق، بس احنا عايزين نعرف امتى بداتوا والمشروع خلص على كام مرحله. كلمنا وعرف الناس برضو المجمعات الصناعيه دي فيها ايه. المجمعات الصناعيه احد المشروع المشروعات الصناعيه العظيمه اللي احنا بدانا فيها في منتصف 2018. المجمعات الصناعيه دي عباره عن 384 مجمع صناعي صغير او مصنع صغير او وحده صناعيه صغيره مساحتها 700 متر مربع، بيكون فيه 430 متر منها مغطى، وفي 270 متر منطقه تحميل او منطقه خدمات للمجمع الصناعي. هي الفكره في الاساس، الفكره الجميله بتاعت المجمعات الصناعيه بدات نتيجه ان احنا عاوزين نعمل مشاريع صناعيه تكميليه للمصانع الكبيره. احنا عندنا 2900 مصنع يعمل في المدينة وبيوفروا 550 ألف فرصة عمل، فاحنا عاوزين نفتح فرصة أكبر لتنمية الصناعة داخل المدينة، فجت من هنا فكرة إنشاء المجمعات الصناعية. احنا حاليا المشروع مقسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 128 مجمع، والمرحلة الثانية 128، والثالثة 128. احنا الحمد لله خلصنا المرحلة الأولى والثانية وسلمناها. فقد إيه بقى بيخلص؟ المشروع لم يتجاوز ال 15 شهر. 15 شهر كنا بدأنا في طرح الوحدات للمواطنين بعد اكتمال أعمال التنفيذ يعني، وبعد اكتمال أعمال المرافق والبنية التحتية. طبعا احنا بننشئ المجمع من البداية، المجمع المواطن بيستلمه جاهز للتشغيل، ممكن هو يعمل بعض التوصيلات البسيطة اللي مترتبة على نوع الصناعة أو نوع الشغل اللي يعمله داخل المجمع الصناعي أو داخل المصنع، لكن في الأساس جميع الأعمال الإنشائية للمصنع أو جميع الأعمال المرافق والبنية التحتية مكتملة في المصنع من قبل ما هو يجي يستلم. باشمهندس، يعني احنا لسه بنعيش أجواء أزمة فيروس كورونا، ظروف استثنائية، ولكن احنا في ظل الظروف دي انا بشوف اهو اكتمال مشاريع ووحدات بتتسلم ومنطقة صناعية، كل الحاجات دي عطلت وقت ذروة الكورونا اللي احنا كنا فيها ولا كنتم مستمرين؟ يعني ازاي اثر فيروس كورونا على تنفيذ المشاريع دي؟ لا طبعا، هو كل الفكرة ان احنا بس بناخد جميع الاجراءات الاحترازية داخل المواقع العمل بتاعتنا وداخل المشاريع بتاعتنا، بداية من طريقة نقل العمال، تعقيم وسائل المواصلات، تعقيم حتى ادواتهم، التزمنا بالكمامه زي ما حضرتك شايفه في كل المواقع اللي احنا بنزورها او المواقع اللي احنا شايفينها قدام. جميع العمال بيتوجهوا ان هم لازم يلبسوا الكمامه وجميع الاجراءات التوعويه، ان هو يبقى في عنده تباعد اجتماعي. وفي حاجه كمان، ان احنا المشاريع الانشائيه فرصه التباعد الاجتماعي فيها اكبر من اي مشروع تاني، لان احنا في الاساس يعني اعمال مقاولات، يعني ممكن تلاقي واحد بتاع سيراميك شغال في شقه والتاني بتاع نجاره شغال في شقه تانية، وواحد بتاع محاره شغال في شقه ثالثه، فبطبيعه الحال مش ما عندناش التكدس اللي هو بيبقى في ايه لو احنا داخل مصنع او كده. فاحنا بس كل اللي احنا عملناه ان احنا خدنا جميع اجراءاتنا الاحترازيه، لكن الحمد لله جميع المواقع كانت شغاله بالقوه والكثافه اللي الحمد لله قدرنا ننهي بيها المشاريع. ما عطلتوش خالص؟ لا الحمد لله، احنا بس وجهنا لاتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه، لكن جميع المشاريع اكتملت في مسارها ان شاء الله. اللي عايز مثلا وحده مصنع، الشروط لو حد عايز ياخد حاجه جوه المنطقه الصناعيه؟ احنا المجمعات الصناعيه مقسمه على حسب الانشطه، يعني صناعات بلاستيكيه، صناعات نسيج، صناعات غزل، صناعات معدنيه، صناعات نجاره، الموتال. احنا قسمناهم، احنا قعدنا مع المستثمرين في جمعيه المستثمرين وفي مجلس الامناء هنا في المدينه، وعملنا اكثر من ندوه في المدينه هنا عشان نشوف الاحتياجات الحقيقيه للمصانع اللي من خلالها لما المصنع الصغير ده يبدا يشتغل يلاقي فعلا فرصه، وتبقى فعلا احنا حققنا الغرض بتاعنا اللي هو ايه، احنا عندنا فعلا صناعات تكميليه بتخدم المصانع الكبيره، وفي نفس الوقت بتبقى تدي فرصه للمصنع الصغير ده ان هو يقدر يتوسع. فدرسنا وعرفنا احتياجات المصانع الكبيره من جميع الاحتياجات بتاعتهم، من حيث الصناعه او نوع الصناعه او نوع المنتج اللي هم محتاجينه يبقى جنبهم. وبعدين بدأنا في عمل كراسة شروط، وعملنا قرعة علنية حضر فيها الناس المتقدمين، طبعا بناء على الدراسة بتاعته. أنا والله عاوز أقدم في الصناعة البلاستيكية، وأدي الدراسة بتاعتي، وأدي المصنع بتاعي، وأدي الإمكانيات اللي أنا هستخدمها، المعدات اللي أنا هجيبها، فالمناسب ليا إن أنا أخد في الزونة أو المنطقة بتاعت الصناعات البلاستيكية، حد تاني هياخد في الصناعات المعدنية. واتعملت القرعة العلنية، والحمد لله اتخصصت المرحلة الأولى والثانية بالكامل، والمرحلة الثالثة إحنا جاري تنفيذها دلوقتي على نهاية إن شاء الله
العام على نهايه 2020 ان شاء الله هتكون انتهت بالكامل، وهنبدا في تجهيز كراسه الشروط ان شاء الله، ونعمل قرعه ان شاء الله علنيه، وكل الناس نرحب بيهم طبعا للتقديم في المشروع. ان شاء الله كل التوفيق ليهم وليكم، وانا بشكر حضرتك على مجهودكم وتواجدكم يعني، وكل التوفيق دايما ليكم لمستقبل كده افضل لكل لينا كلنا ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، بشكرك. كان معانا المهندس احمد اسماعيل، ولسه مكملين معاكم نتفرج كده على الحياه الجديده اللي موجوده في مدينه العاشر من رمضان. مشاهدينا الكرام، ده معادنا مع الفقره الطبيه. النهارده هنتكلم عن تأخر الإنجاب، أهم النصائح للحفاظ على الصحة الإنجابية. ده هيكون من خلال لقائنا مع الدكتور أستاذ دكتور محمود سليمان، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبة MRC، واستشاري جراحات المناظير والأورام الليفية بمركز مصر للخصوبة MRC، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني. أهلا بيك يا دكتور منور. أهلا بيك يا حبيبي. دكتور، عايز أتكلم النهاردة تحديدا فيما يخص تأخر الإنجاب. تمام. إمتى أقدر أقول إن ده أنا عندي تأخر إنجاب؟ طيب تعالى نتفق مع بعض ان في تعريفات طبيه بنمشي عليها كلها. تاخر الانجاب التعريف الطبي بتاعه هو لازم يمر سنه بين الزوج والزوجه في علاقه مستمره من غير اخذ وسائل منع حمل، وبعد سنه نبتدي نقول ان عندهم تاخر انجاب. طب عشان نوضح حاجه، سنه علاقه مستمره يعني مثلا مش اتجوزوا قعدوا مع بعض شهر وهو سافر نتيجه العمل ورجع مثلا بعدها بسبع شهور. تعالى نتفق مع بعض، لازم السنه علاقه مستمره. سنة كاملة. لكن تعالى نقول ليه اختاروا سنة. مش معنى مثلا قالوش سنتين، ما قالوش خمس شهور. ان هي بالإحصاء، الطب مبني على الإحصاء، ان 85% من اي كابلز لسه هيتجوزوا المفروض 85% من غير ما يروحوا اصلا لدكاترة هيحملوا لوحدهم. وبالتالي اكتشفوا بعد السنة ديت ان النسبة ما زادتش، فبعد السنة ديت قال لك خلاص الناس ما تقلقش خالص، بعد سنة تمر سنة من علاقة مستمرة النسب بتاعتنا بتزيد، وما يعدي السنة بعد كده اللي يتبقى وما يحملش يبتدي يقلق على موضوع تأخر الإنجاب. بس في نقطة، التعريف دوت لازم هيتغير، إن طبعا تأخر سن الزواج دلوقتي بقى مخلي أي كابلز يقلق. كان زمان التعريف ده لما كان البنت بتتجوز وهي صغيرة وعندها مثلا 19 سنة 18 سنة 20 سنة عندنا رفاهية الوقت، لكن دلوقتي تقدم سن الزواج مخلي أي كابلز دايما إيه يقلقوا بسرعة ويستشيروا الأطباء في موضوع تأخر الإنجاب. يعني بعد شهر ما اتجوزت ما حصلش حمل هتروح للدكتور، بس احنا بنقول ما نقلقش، هو غالبا الناس هتحمل بعد في خلال سنة 85% زي ما بيقولوا أو ويمكن أكتر كمان من غير ما يروح للدكتور، ولكن هو تأخر سن الزواج اللي مش مخلية عندنا بقى رفاهية الوقت إن احنا ننتظر هذه السنة. طيب يعني لو نقول مثلا إن واحدة بنوتة اتجوزت وهي عندها مثلا 33 وقعدت ما كملتش سنة وما حملتش، تمام، ابتدي اقلق بعد ست شهور مثلا؟ ست شهور بالظبط. ست شهور، ولو 40 سنة مثلا واتجوزت دي تقضي شهر العسل وتيجي تروح للدكتور على طول. ليه؟ على طول على طول. ليه بقى؟ ان احنا عندنا رفاهية الوقت، انا دايما بسميها كده رفاهية الوقت، ما بقتش موجودة. احنا عدونا الاساسي سن المرأة. ان كل ما سن المرأة بيتقدم كل ما في حاجتين بتقلهم، عدد البويضات اللي باقيه لها وجوده البويضات. كل ما هتتقدم في العمر كل ما الاثنين دول هيقلوا عندها. وبالتالي لما تكون واحده عندها 20 سنه ايه يعني هتجي له هي عندها 21، هتجي له هي عندها 22 سنه مش مشكله. لكن لو واحده عندها 40 هتجي له هي 41 سنه، يبقى احنا كده فقدنا سنه كنا ممكن نقدر نقيم الموضوع لو في مشكله او عندها اي خلل نقدر نعالجه في خلال هذه السنه. بما ان حضرتك ذكرت التقييم، ازاي بتقيم الزوجين من خلال التحاليل والاشعه؟ بقولك بعد ست شهور مثلا. مثلا هو طبعا في نقطه مهمه جدا، احنا كمجتمع شرقي موضوع تقييم الزوج ده انا اكتشفته في كل شغلي اغلب الناس مبقاش في ثقافه نقطه، خصوصا الناس اللي اهلنا في الصعيد واهلنا في المحافظات ما عندهمش نقطه التقييم للزوج عيب. لغايه دلوقتي بيجي لنا ناس فعلا ما عندهمش الفكر ده. طيب احنا عايزين نقول مثلا ان ست عشان تحمل، واحده عايزه تحمل، هنفكر في ثلاث حاجات. لازم يبقى في راجل كويس، ولازم يبقى في ست كويسه، ولازم يبقى في ريليشن علاقه. لو في اي خلل في الثلاثه دول عمر ما الست دي هتحمل، لان ده بالعقل. يبقى اذا لما نيجي نقيم تاخر انجاب لازم اقيم الثلاث محاور دول. طيب الست في مليون عامل بيؤثر في عمليه الانجاب، الراجل عامل واحد، فبالتالي لازم اقيم الراجل. وبتحليل بسيط جدا اسمه تحليل السائل المنوي
بنشوف عن طريقه عدد وحركه وتشوهات الحيوانات المنويه، والسيده بيبقى تقييمها سهل عن طريق الهرمونات، عن طريق الاشعه بالصبغه لو هي عامله عمليات قبل كده عشان نتاكد ان الانابيب بتاعتها كويسه، عن طريق الالتر ساوند، عن طريق اللي هو السونار المهبلي، نشوف الرحم، المبايض، عندها اورام ليفيه، عندها اي مشكله ما نقدر نتدخل فيها جراحيا او حتى بالعلاج لو احتاجت والتزم الامر. طيب خليني اقول لك على بمناسبه يعني تقدم سن الزواج بقى متاخر، بقت في موضه بين البنات معرفش مدى صحتها، يعني يقول لك العلم ما هو ساعدني في ده، تجميد البويضات. يعني فهمني، بقت اي حد اقول لها يا بنتي اتجوزي ده انت دلوقتي وصلتي 35 سنه، تقول لي ما بقى في تجميد بويضات انت لسه قديمه ليه؟ طيب يعني اديني بقى فكره الجيل ده انا مش فاهمه بيعمل ايه، ومدى صحته ومدى يعني هل هو حقيقي موجود، يعني القصه اللي احنا بنسمعها دي. بصي حضرتك، كان زمان تجميد البويضات ده كان حلم على فكره، باي ذا واي كان دريم، يعني وان من ذا دريمز ان احنا نعرف نجمد بويضات. زمان كنا بنعمل للعيانين بالذات، ربنا يعافينا جميعا، اللي بيبقى عندهم كانسرز، اللي عندهم سرطانات دايما كانوا بياخدوا علاج كيماوي وكانوا بيبتدوا يعملوا محاولات عشان يحافظوا على هذه البويضات. النهارده كانت الست بتاخد علاج الكيماوي، واحده عندها بريست كانسر، عندها سرطان ثدي، عندها سرطان في المبايض، عندها اي حاجه في مكان حتى ملوش علاقه بالسيستم بتاعها اللي هو المسؤول عن الانجاب، كانوا بيدوها كيموثيرابي، علاج كيماوي، وده كان بيدمر الصحه الانجابيه تماما، بيدمر البويضات. ابتدت الفكره تظهر من القصه ديت. ليتر اون بقى ابتدى التطورات بتاع تجميد البويضات تحصل. كان الاول بيجمدوا المبيض كله، بعد كده يزرعوه في حته ثانيه، لا جوده البويضات تطلع منها مش كويسه. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله احنا بننشط البويضات وبنسحب هذه البويضات ونجمدها، وات ايفر العينه بقى عندها مشكله او ما عندهاش مشكله. وبعد كده لما الست تتزوج نفك هذه البويضات ونحقنها بحيوانات المنوي بتاعت الزوج، وبعد كده ننقلها للرحم بتاعها. بس هي الفكره كلها الطب واحد زائد واحد ما بيساويش اثنين، بيساوي اي رقم الاثنين، في احتمالات. فكره ان انا استخدم بويضات مجمده لا زال نتائجها كويسه لكن مش نسب عاليه. يعني ابتدى يبقى في نتائج ليها، ابتدى يبقى في ناس بيحصل عندهم حمل في موضوع تجميد البويضات، لكن لما نيجي نفك هذه البويضات في بعض البويضات بتفقد. لا هي مش بس هي جودة البويضة نفسها بتبقى جودة البويضة بتبقى كويسة لو اتجمدت كويسة. لكن هي النقطة لما نيجي نفكها قدرتها على الإخصاب أخبارها إيه؟ في نسب بتعدي وبتحمل عادي جدا، بس في نسب لا زالت برضو إن هي ما بيحصلش أو الجودة بتتأثر بموضوع التجميد، على الرغم من التطورات اللي وصلنا لها في الحضانات دلوقتي في موضوع تجميد البويضات زي تجميد الحيوانات المنوية. دلوقتي ما احنا بنجيب الحيوانات المنوية كمان كده؟ ما ده من سنين، ده من قبل البويضات. لكن احنا بنتكلم النهارده نستخدم فريش احسن، نستخدم احسن السايكل الفريش في حقن البويضات احسن اكيد نتائجها بكتير من ان انا استخدم بويضات مجمده. ولكن هي تجميد البويضات ادانا الرفاهيه او ادانا الامل لاي سيده لا قدر الله تعرضت لحادث ما او تعرضت اللي هي العلاج الكيماوي او اضطرت الظروف الاجتماعيه ان هي تتاخر اكتر من 35 سنه، لا يبقى نص العمى ولا العمى كله، لا اديلي البويضات بتاعتك نجمدها وندي اوبشن بقى اتجوزي وانت عندك 40، اتجوزي وانت عندك 41 سنه، على الاقل عندي بويضات بجوده احسن من اللي هطلعها وهي عندك أيوة. 40 سنه. ايوه طيب حضرتك في وسط الكلام قلت بتؤثر على الصحه الانجابيه، ايه هي الصحه الانجابيه؟ دي يعني نقطة مهمة. المفهوم ده انا عايزين نفهمه. الصحة الإيجابية ولا احنا ما عندناش برضه نقطة، بحاول أزرع، أنا بحاول دايماً أعمل نوع توعية للناس حتى اللي بيقول لي في العيادة أو بيقول لي في المركز بنقطة التوعية، في نقطة يا جماعة مش شرط نتعب عشان نروح للدكتور. أي حتة في العالم في حاجة اسمها ريجولار تشيك أب اللي هي إن هو إن احنا نعمل متابعة دورية نشوف جسمنا أخباره إيه، هرمونات أخبارها إيه. الصحة الإنجابية تأثرت بشكل أو بآخر، نقطة واحد عدم وجود متابعة دورية، اتنين الجو العام. يعني ايه الجو العام؟ التلوث، الاكل الجانك فود، الاكل من بره، اكل المواد الحافظه كله بيؤثر على الجينات وبيؤثر على جوده الحيوانات المنويه عند الراجل وبيؤثر على البويضات عند السيده. النهارده بيجي لي النهارده في العياده مثلا بنت عندها 23 سنه او 24 سنه وتلاقي مخزون الميبل بتاعها اولموست زيرو. طب ايه اللي خلى القصه دي كده؟ في نظريتين، نظريه وراثيه ودي اي حاجه ما نعرفش ايه سببها نقول نظريه وراثيه، والنظريه الثانيه هي موجوده يعني مش معروف السبب لغايه مش معروف السبب، والنظريه الثانيه وهي جايه بقوه شديده ومنظمه الصحه العالميه كده على الموضوع دوت، موضوع الاكل، التلوث،
الاكل والتلوث، تلوث الجو العام. يعني هل مثلا طبيعه الاكل، طبيعة الأكل يعني لا يعني مثلا هل زي مثلا بيقولوا انه مثلا انواع من الفاكهه او انواع من الخضار خالص بيبقى فيها مبيدات معينه؟ مش ده انا بتكلم على المواد الحافظه. المواد الحافظه يعني مثلا هنقول مثلا زي اللانشون وال يعني مش عايز اقول المنتجات كلها. بالظبط كده، الحاجات اللي هي بتبقى زي الاندومي، الحاجات المتعبئه في البلاستيكات، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، الاكل الذي لا يفيد زي ما بنتكلم كده، ليه شيبسيات والحاجات اللي بس يعني مش عايز اذكر حاجات بعينها معينه، حاجات اي حاجه فيها مواد حافظه نحاول نتجنبها على قد ما نقدر. غير بقى طبعا التدخين اللي زاد سواء كان للراجل او السيده، دي من الحاجات اللي بتؤثر بالسلب فعلا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، اول ما دخلت الكليه كانت WHO مثلا منظمه الصحه العالميه كانت بتقول لك مثلا الحيوانات المنويه تشوهات معانا لغايه 80%. النهارده WHO وصلت معانا تشوهات حيوانات منويه لغايه يعتبر نورمال لغايه 97%. النسبه بتزيد جدا. طيب بتزيد بسبب ايه؟ ان هم مضطرين يقللوا من البارامترز او المعطيات بسبب التلوث العام. التلوث العام زي ما بقول لحضرتك اما في الجو اللي هو التلوث واللي عايش في المدينه واللي عايش في عوادم السيارات ولا الى اخره. ورقم اثنين هي التغذيه. جانك كلنا اكلنا كله فاست فود. اغلب الجيل كله اللي طالع صغير فاست فود. ما حدش بياكل اكل بقى الصحي بتاع بقى اللي هو ياكل البيض وياكل الجبنه وياكل الحاجات اللي ماما بتعملها له، هو عايز يروح ياكل في الحته الفلانيه مع اصحابه عشان الزيت اللي ما بيتغيرش يعني كل ده بيبقى عوامل بتؤثر في الجسم على المدى الطويل. بينا نشوف حالات كتير جدا فيها مخزون قليل بسبب موضوع دوت، وفي ناس صغيره او راجل بيطلع سائل منوي من غير حيوانات منويه او حيوانات منويه قليله. لا انا بقيت الاحظ حاجه كمان يا دكتور، انه اغلب الزيجات الجديده لما دايما البيبي الاولاني ما بيكملش، يعني بقت زياده. لا هو دي يعني معروفه من زمان قوي ان 80% او 90% فعلا. 80 و90% من البيبيز الاولانيه اللي ما بيكملوش ده سببه جيني، يعني هو الحيوان المنوي اللي كان وحش اللي خاصه بالبويضه او البويضه اللي خرجت كانت هي اللي مش كويسه. احنا ما بنبصش قوي للاجهاض رقم واحد، احنا بنبص لما يكون الاجهاض ده نورمال. ده نورمال جدا واب تو 50 to 60% ممكن يحصل الكلام. انما حضرتك بتتكلم على التغذيه. انا بتكلم على التغذيه اللي هي بتؤثر على الصحه الانجابيه، عشان ده سؤال حضرتك مهم جدا موضوع الصحه الانجابيه. بس حضرتك انت ما تقدرش توقف القطر اللي مشي ده دلوقتي، ده دي مشكله يعني. اويرنس، نصايح، هو دورنا ان احنا ندي النصائح ونحاول نحاول نعمل مثلا لمبه حمراء كده صغيره يا جماعه خلي بالكم. والنقطه المهمه كمان هي الصحه الانجابيه جزء منه التشيك اب اللي هو انت اعمل تحاليل، طمن على نفسك بطريقه دوريه، طمن انت كويس، ممارسه الرياضه دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتحافظ على الصحه الانجابيه. الرياضه حتى 40 دقيقه في اليوم، يعني جاست يجري في تراك، مش بقول له العب بوكس ولا روح العب تنطط، اجري في تراك بس 40 دقيقه كل يوم. حاول كل اكل يفيدك، الحاجات دي كلها ما تسمحش بزياده الوزن. زياده الوزن طبعا زياده الوزن عليه عامل كبير جدا في الموضوع دوت. ان الدهون بتطلع هرمونات بتؤثر على اشارات المخ اللي بعد كده بتاثر على المبايض او الخصيه. فهي دي الصحه الانجابيه، مفهوم الصحه الانجابيه. تابع قبل ما تتجوزي، مش شرط تتجوزي عشان تتابعي، ده رقم واحد. حسني من نوع التغذيه بتاعك، لو حد مدخن او حد بيشرب شيشه والحاجات دي وبقى منتشر بطريقه غير طبيعيه، بنات وولاد طبعا بطريقه غير طبيعيه، لا بطل. حاول مارس رياضه 40 دقيقه مينيمم في اليوم، يعني ماكسيمم حتى 40 يعني مور ذان اناف 40 دقيقه في اليوم. ده كويس جدا، ده كتير. لا لا كويس جدا، لو لقوا وقت ان هم يقدروا يلعبوا 40 دقيقه رياضه في اليوم، يعني ده حاجات كلها هتحافظ على الصحه الانجابيه. ومش شرط تتجوزي او انت تتجوز عشان تطمن على نفسك، بالعكس في حاجات تاخد علاج اوقات طويله، لو اكتشفتها بدري هيبقى نتائجها احسن وهيبقى كمان خدت وقتك للعلاج. طيب ده هيخليني برضو اروح لنقطه ثانيه اللي هي احنا داخلين مخطوبين وقربنا نتجوز، تقييم ما قبل الزواج. تقييم ما قبل الزواج ده موجود في العالم كله الا مصر. يعني تقييم ما قبل الزواج ده موجود في العالم كله الا مصر، على الرغم ان في بعض مثلا يعني احد الحاجات اللي بيعملوها مثلا في الكنيسه دلوقتي مثلا عشان هم جوازهم كاثوليكي مثلا بيعملوا تقييم ما قبل الزواج. ودي هو ايه التقييم ما قبل الزواج؟ لازم الزوج يعمل تحليل سائل منوي يطمن ان هو بينجب، دي نقطة مهمة جدا. والسيدة تعمل سونار تتأكد ان الرحم بتاعها كويس والمبايض كويسة وتعمل تحاليل هرمونات كاملة. للأسف الكلام ده كله ما بيتعملش حاجة خالص لا 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 غير التحاليل. فيما المفروض تقعد انت الزوج والزوجة يقعدوا مع حد بيعملهم كونسلنج او نصائح عامة في الزواج،
ده اسمه تقييم ما قبل الزواج. يعني ايه؟ يعني ازاي عايزين تنجبوا، هتعملوا ايه، طب ايه المفروض تتابعوه في الخطوات الجايه، امتى تروح تستشير الدكتور، يسال على دوره الشهريه بتاعت السيده، هل هي منتظمه ولا مش منتظمه، هل في تقطعات فيها، هل في ما بين الدوره والدوره بينزل دم. كل الحاجات دي بتدينا ريفلكشن او انعكاس، هل السيده فيها مشكله ولا هما الاثنين كويسين. يمكن انا بقابل اخواتنا المسيحيين فعلا دي حقيقه، هما بيعملوا هذا التقييم قبل ما يتجوزوا عشان جوازهم ما فيهوش انفصال نوعا ما في عندهم. بس باللي حضرتك بتقوله ده الجواز ممكن تبوظ. اه بالظبط، ما هي دي يعني الناس كده ما بتعملش ده، ان الجوازه ممكن تبوظ. ما هي الجوازه هتبوظ لو مثلا انت دخلت النهارده من غير ما تكون عارف انت بتنجب ولا ما بتنجبش، يقول لك انت خدعتني، ويبتدي يحصل المشاكل ولا اخره. طب انت كنت عارف ان الدوره بتاعتك مش منتظمه ومش قايل لي ليه؟ واحد تاني سائل مانو بتاعه طالع زيرو، ما بيطلعش خالص. طب انت مش عارف ان انت زيرو، انت كده انفرتايل ما بتخلفش، لازم تروح للدكتور وهناخد وقت كبير جدا في العلاج عشان نعرف نخلف. لكن لما يكون قبل الجواز كل واحد عارف السيتويشن بتاعه، هيقدر ياخد القرار يكمل مع هذا الشخص ولا ما يكملش مع هذا الشخص. طيب اللي بيقعدوا معاه بقى ويتكلموا معاه والاستعداد النفسي ده، احنا عندنا ناس موجودة لمثل هذا العمل؟ اه طبعا، هو الزيارة لأي طبيب نسا استشاري نسا هيقدر يتكلم ويقدم هذه الخدمة. التحاليل والمعامل موجودة في كل حتة. لا ما بتكلمش على التحاليل، انا بتكلم على النفسية. الثقافة مش موجودة، الثقافة مش موجودة. لا هو حتى لما حضرتك بالنسبة لما حد بيكتب الكتاب، هي الشهادتين الطبية يعني يعني كلنا عارفين هي بتتعمل ازاي بالظبط، بتتضرب في أي حتة وخلاص يعني مش هي دي اللي هتوقف الجوازة يعني. هو بيعملوا هيباتايتس ماركرز اللي هي تحليل الفيروسات وتحليل الأمراض الجلدية، لكن مفيش حد بيطلب موضوع الصحة. يعني احنا يمكن نفسي القصة دي تبقى موجودة الحقيقة، ده هيفرق كتير جدا حتى في شغلي أنا راجل تأخر إنجاب. لما بقعد أنا مثلا في المركز بيجي لنا الكابلز كتيره جدا، فعلا بيبقى في معاناه اسريه موجوده بين الزوجين. اه طبعا الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنعرف نحل هذه المشكله، لكن الوقت بيبقى فيه ستريس وعامل نفسي وبدني ومادي كمان، فهو الموضوع كله بيبقى ايه؟ ضغوط من كل حته. طيب دكتور يعني برضو عايزه اقول على حاجه الفت ليها الانتباه. فرضا بنوته اتجوزت 30 31، بس هي عايزه تفضل يعني عبال ما ترستق حياتها كده زي ما بيقولوا وتأجل الانجاب سنه، بتأجل الانجاب او اكتر من سنه، بيقولنا كتير. ولا ما هي خدت بقى حاجات تمنع الانجاب، هل ده بيؤثر عليها بعد كده مع السن اللي بيزيد؟ طبعا لازم يكون فاهمين كويس نفس القصه بنفس اللي انا قلته قبل كده. مفيش واحده لسه متجوزه تاخد وسيله منع حمل الا لما تستشير الطبيب. تعال ندي سيناريو مثلا، هي خدت حبوب منع الحمل مثلا من نفسها، صاحبتها قالت لها خدي الحبوب الفلانيه واجلي سنه بتاعتك لغايه ما تدرسي جوزك وهتشوفي هتعرفي تصرفي معاك ولا بالظبط. تدرسي جوزك هو دي الكلمه اللي بتجي لنا في العياده يعني. تمام. طيب افرض انت عندك مشكله او الزوج عنده مشكله، انتوا عارفين وقت الزوج مثلا ممكن ياخد علاج حوالي 6 شهور عشان نعرف نطلع منه شيء كويس، مثلا حاجات منويه كويسه. ولو الست عندها مشكله برضه هناخد من 6 شهور لسنه لعلاجها. طب انت اجلتي سنه وبعد كده جيتي عملتي الانفستيجيشنز، قعدتي مثلا او سنه كمان عقبال ما تحاولي تحملي، مش عارفه تحملي، هوبا رحتي للدكتور، هوبا اكتشفت ان عندنا مشكله. طب ما السنه اللي انت اجلتي فيها الحمل ده كانت كفيله جدا كفتره علاجيه، واول ما انتوا خلاص تقرروا يحصل انجاب على الاقل خدتوا السنه بتاعتكم في التقييم الجيد وفي ايه؟ وفي حل المشكله لو كان في مشكله. طب هل وسائل منع الحمل بتؤثر في الحاله دي برضو؟ لا، وسائل منع الحمل لا تؤخذ الا باستشاره الطبيب. لا حتى لو ما خدتهاش باستشاره الطبيب تؤثر؟ قد تؤثر لو طبيعه جسمها. انا اتفقت مع حضرتك في اول الحلقه، الطب 1+1 ما بيساويش 2، بيساوي احتمالات. يعني الواحد ممكن ياخد نفس العلاج وما يخفش، واحد تاني ياخد العلاج ويخف. لازم نكون متفقين ان كل واحد ليه طبيعه جسمه. دور الطبيب هنا بيجي في عمل التحاليل واخد التاريخ المرضي وعمل تقييم للحاله، دي تاخد ودي ما تاخدش. ده قراري انا، قرار الاستشاري اللي بيبقى موجود هو اللي يقول مين ياخد ومين ما ياخدش. مش كل انسان طبيعه جسمه هيقدر يستقبل الدواء بنفس القصه. حبوب منع الحمل مكتوب عليها مشاكل كتيره جدا، على الرغم كده هي امن وسيله لمنع الحمل. بس امن وسيله لمنع الحمل لمين؟ مثلا ما يكونش واحد مريض سكر وياخد وسيله منع حمل، او واحده مريضه ضغط وتاخد وسيله منع حمل، او واحده عندها ضعف في المخزون وتاخد وسيله منع حمل. طب هي هتعرف ازاي عندها ضعف في المخزون؟ دي نقطة مهمة. دي لازم تحاليل. هي لازم تقييم. هي صحيح. مش بالحب كده الواحد يخطف منها الحمل يعني. صحيح.
احنا استفدنا كتير. انا بشكر الاستاذ الدكتور محمود سليمان استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC واستشاري جراحات المناظير والاورام الليفيه بمركز مصر للخصوبه MRC واستاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب قصر العين. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. اشكركم والى اللقاء.